بحول الله نزول قطرات مطرية متفرقة مصحوبة برعد فوق كل من الريف الأطلس وشرق البلاد، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا بالمناطق الشمالية والوسطى. وكالعادة سنلاحظ تشكل كتل ضبابية ونزول أمطار جد خفيفة بالقرب من بعض السواحل، هذا مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بمنطقة طنجة. بحر قليل هيجان إلى هائج بالبوغاز، بحر قليل هيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي. درجة الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 8 و 15 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف، ما بين 21 و 28 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وبداخل أقاليمنا الجنوبية، وستكون ما بين 15 و 21 درجة عموما بباقي جهات المملكة. درجة الحرارة خلال النهار ستعرف بعد الارتفاع الطفيف فوق كل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى وكذا بأقاليمنا الجنوبية، وما يعادل 30 درجة بطنجة، 28 درجة بالرباط، 25 درجة بالدار البيضاء، 27 درجة بأسفي، 37 درجة بمراكش، 24 درجة بأكادير و25 درجة بالداخلة.